يصادف اليوم 15 من يناير الذكرى 25 من انعقاد المؤتمر الوطني المستقل الذي عقد في 15 من يناير 1993. حول هذا الحدث التاريخي عدلنا الزميل أحمد آدم محمد هذه الورقة التذكيرية. لكل حدث تاريخ تمر الأيام والليالي وتبقى الذكريات. ربع قرن على تاريخ 15 من يناير للعام 1993 الحدث هو المؤتمر الوطني المستقل، المكان أحد قصور العاصمة التشادية إنجمينة. حدث سجل بماء من ذهب في مسير الحياة السياسية لهذه الدولة التي رزحت لأكثر من عقود بعد الاستقلال في المرحلة الأليمة مصحوبة بالصراعات بشتى أنواعها، المعارضة المسلحة، الحرب الأهلية، التنافس بين القبائل. ولم تسمح لها هذه الحالة لا بتفكير شعبها نحو التقدم ولا حتى بمعرفة مسيرته السياسية. لذا اعتكف أبناء هذا البلد لأكثر من 3 أشهر من 15 من يناير وحتى 7 من أبريل من العام نفسه في لقاء ضم الساسة وقادة الرأي ووجهاء القبائل ورجاء الدين من أجل النظر في المشاكل التي عرفتها تشاد وإيجاد حلول لها وتسطير خريطة طريق جديدة مع نسيان الماضي الأليم والبدء في مرحلة سياسية اجتماعية اقتصادية حديثة وتحولها من دولة وحدوية مركزية إلى دولة لا مركزية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية التي تتيح لها بالتقدم والرقي في ظل عالم لا مكانة للمتخلف إلا الرضوخ لإملاءات السياسات الخارجية المتحكمة في الاقتصاد والسياسة الدولية. فالربع قرن على هذا اللقاء نستطيع أن نذكركم به لا لكونه حدث وتتذكره الأجيال فقط، لا بل لنعرف ماذا أنتجت هذه العقول التي اجتمعت ل3 أشهر، كيف شرعت في تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وما هي الثمار المجنية بعد عقدين ونيف. نتج عن هذا المؤتمر أشياء كثيرة. جاء المؤتمر بأسس لمؤسسات ديمقراطية جديدة أبرزها الدستور 13 من مارس للعام 1996 والذي استكمل سلسلة من النصوص الأساسية المواكبة لفلسفة السياسة الجديدة وتأسيس المؤسسات الحكومية الكبرى كالمجلس الدستوري والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي ومؤسسات أخرى ساعدت في وضع اللبنات الأساسية للتنمية المحلية عبر التنظيم الإداري. بالتأكيد لا ينكر أحد بأنه قد شمرت الأصعدة لتنفيذ ذلك وقد أنجز الكثير وجنى ثماره الشعب وكان ما كان وعرفت البلاد الاستقرار وتسامح الناس وانتعش الاقتصاد ووجدت البلاد موقعها في الخريطة الدولية وها هي الآن تخطو نحو المزيد بفضل عزيمة الرجال الأشاوز الذين اجتمعوا في ذلك التاريخ. لمثل هذه التواريخ فليحتفل الشعوب بما لها من معنى ومغزى لا تمحوه حكومات متعاقبة ولا تنساه الأجيال. وما نراه من تقدم ورقي للشعوب والبلدان الأخرى لم يكن موروثا بل خطط واستراتيجيات وضعها الأجداد وسار عليها الأسلاف مع التحديث والتجديد. فنستطيع أن نقول التاريخ مجيد والحدث كبير والأفكار نبيلة والطريق طويل ساهم فيه أي جيل بلبنة. فيا أبناء الشعب التشادي أمضوا في طريق التفكير والمساهمة لبناء دولة قوية، فهل من حدث آخر نستطيع الاحتفاء به؟ وخلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني المستقل قدم رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو خطابا طالب من المشاركين التفكير بعمق لحل مشكلات تشاد. في مثل هذه اللحظات الحاسمة فإن المسؤوليات لهي كبيرة جدا. من خلال معالجة مشاكل تشاد يجب علينا ألا نفكر في الشكوى والدفاع، لكن كجزء من نفس المجتمع نبحث عن حل مشترك على ضوء هذا المؤتمر. كما يقول الكثير من الناس، لا يوجد غالب ولا مغلوب، ولكن يوجد مجتمع قائم على أساس المصالح المشتركة وتحكمه قواعد واضحة وآمنة. وفي
وعقب افتتاح أعمال المؤتمر الوطني المستقل بأربعة أيام، تم انتخاب مكتب لإدارة أعمال المؤتمر، حيث تم اختيار آدم موريس البونغو رئيسا لإدارة المؤتمر، حيث قدم خطابا أمام المشاركين آنذاك. ترجمة الخطاب مع محمود حسن سمو. Je souhaiterais donc que cette maison du bonheur, que cette maison de tous les Tchadiens, solidement construite. أتمنى من هذا البيت بيت السعادة، بيت لجميع التشاديين، بيت بني بقوة، يرتفع حيث يدي، ترد الارتفاع، أي ضحكة في الشمس، غنية بالحقيقة، بالزهور، بالثمار، بالطيور، ومفتوحة إلى حد كبير في نسمة الربيع كما رسمت في السماء، وأن النحل العامل يترك هناك العسل، وأن نشيد الفرح الإنساني يتردد هناك، وأن كل شيء يكون هناك جميل. عندما يكون كل شيء سوف تكون العدالة. ومن أبرز الشخصيات التي شاركت آنذاك في أعمال المؤتمر الوطني المستقل السيد أحمد حسب الله صبيان، الذي تحدث للزميل أحمد خميس عن أهمية ونتائج هذا المؤتمر الوطني المستقل. أولا الكونفرنس ناسيونال هو تفكير، يعني ما تفكير تشادي ولا تفكير أفريقي، والكلام ده فكروه في المجتمع الدولي، ولكن عند ميزة خاصة بأساس أنه بأخذ على عين الاعتبار أحلام الشباب. هذه الأحلام هي ناس يعيشوا في ديمقراطية، في يعودوا للأحزاب، يعيشوا في حرية، يعيشوا في تساوي. هذه الأحلام أن السلطة الاقتصاد ينمى هكذا، دي الأحلام أنا الجينيراسيون ما بعد الاندبندنس. للأسف الشديد تحديات قائمة، وتحديات مرات كمان أكثر من الوقت السابق. يعني الآمال اللي نحن كان فينا كانت زي ما حس قبل شوية قلتها، يعني الصلح ما بين الشعوب. الصلح ده اليوم إذا قست تلقى صلح يعني ارتفيسيال، يعني صناعي. هذا معنى أننا ما يعني ما جبنا حلول لآمالنا السابقة بما يخص الصلح ما بين الشعوب. كذلك في ما يخص الاقتصاد، نقول الحمد لله ربنا رزقنا بالبترول عشان يسد جدود ويدينا طاقة أكثر، ولكن للأسف الشديد يعني ركزنا في البترول والبترول نزل، ولكن البترول ممكن يقوم باكر، لكن ما بنلاقي بسهولة أن يعني تخلق جيل بيلتزم من الكوربشن، بيلتزم من أكل مال الدولة. 30 سنة وحروب وانتهت والأمل جاء، حتى حاليا إذا القرار السياسي تعقل وحب أن يفتح الحوار وتتفاهم فوق الناس شيء مستحيل ما فيه، وإن شاء الله وما دام القصد بقي للخير كما ربنا بيساعد في الخير. وبمناسبة الذكرى 25 لانعقاد المؤتمر الوطني المستقل، فقد سلط زميل حسن جد عمر الضوء على شابين تزامن ميلادهما مع انعقاد المؤتمر الوطني المستقل. 25 سنة مضت على انعقاد أول حدث وطني تاريخي جمع مختلف شرائح المجتمع التشادي في كيان واحد لتحديد مصير الأمة التشادية. استعد الشاب مينجيل فيرجيني واحدة ممن تزامن ميلادهم مع تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني المستقل،
ففي الوقت الذي يناقش فيه المؤتمرون من سياسيين وعسكريين وممثلي الجمعيات المدنية والحقوقية مجمل القضايا التي كانت تعيق الانطلاق الحقيقي لتشاد نحو غد أكثر إشراقا، جاءت فيه فيرجيني إلى الحياة وكأنها مدعوة مع الآخرين. لم يكن أحمد محمد عمر مثل فيرجيني التي ولدت لحظة افتتاح هذا المؤتمر، بالرغم من أن ميلاده كان في نفس العام، حيث أنه ولد بعد هذا الحدث الوطني بشهرين. يا ترى ماذا يعني له هذا التاريخ؟ نفس هذا العام، فبالتالي أن التاريخ الميلادي بالنسبة لهذا أعظم شيء بالنسبة لي أنني ولدت في هذا الشهر. من ناحية أخرى، أن هذا التاريخ يعني لي، يعني المؤتمر يعني تاريخ مهم جدا. لماذا؟ لأن هذا هو تاريخ المؤتمر الوطني المستقل، ناقش فيه المؤتمرون يعني قضايا مهمة جدا تتعلق بمصير ومستقبل أي بمستقبل البلاد الحبيب، أي بلادنا بلاد توماي. أمثال هذا الشاب كثر، لم يحالفهم الحظ لحضور هذا الحدث الذي يعد انفراجا سياسيا نسبيا للحريات الأساسية التي كان يفتقدها الشعب التشادي، إلا أن ثقافتهم الواسعة وحبهم للإطلاع عرفهم بذلك. هذا التاريخ يعني 15 عام 1993 تم عقد فيه مؤتمر الوطن المستقيم، حيث تم اجتماع جميع شرائح المجتمع الوطني لكي يناقشوا ويحددوا مسيرة إشياء تمازع للقط المستقبل. لم نتحصل على هذه المعلومات من الدراسة، يعني لم تدرسها في المراحل الإعدادية والثانوية، بل تحصلت عليها من المعلومات العامة. للأسف لم أجد المعلومات عن المؤتمر الذي تحدث عن المناهج أم المادة مستقلة، ولكنني تحصلت عليها عبر والدراسات. وبما أنه يعد حدث وطني يتعلق بحرية التعبير وفكرة التسامح والتعايش السلمي والبحث عن عنوان لوحدة وطنية لأبناء الوطن، ظلت مفاهيمه سطحية يجهلها غالبية الطلاب، والسبب في ذلك عدم إدراجه في المقرر الدراسي. المؤتمر الوطني المستقل يعد لحظة فارقة في تاريخ تشاد الحديث، وعدم إدراجه في المقرر الدراسي جهل أغلب جيل ما بعد انعقاده، يجهل فهواه، بل أبسط المخرجات التي خرج بها هذا الحدث الذي طالت توصياته لتغير الكثير من المفاهيم الرجعية لدى معظم أبناء الوطن. فإلى متى يظل هؤلاء وغيرهم يجهلون مثل هذه الأحداث الوطنية بغيابها في المقررات الدراسية